قصر الحصن الذي يفتح أبوابه يستقبل زواره من كل دول مجلس التعاون الخليجي. نزلت أهلا وحللت سهلا. ننطلق مع الشوط السادس لفئة الأبكار المهجنات الأصايل. المسافة المقررة هي بالستة كيلو مترات. الجائزة للفائز بالمركز الأول سيارة، ومن الثاني وحتى المركز العاشر جوائز نقدية قيمة رصدت للفائزين. على البركة نتحرك إلى المركز الأول لنعطيكم الوصف التفصيلي مع نشرة في المقدمة. عتيج بن عبيد بن حارب الرميثي الذي يقدم لنا نشرة في أول المراكز، والمتابعة من المركز الثاني تأتينا ضبي علي بن حمد الشرقي المري الذي يأتي على ثاني المراكز، والمتابعة من بشاير في ثالث المراكز سلطان بن طارق بن مبارك بالقوبع المنصوري يتقدم إلى المركز الثالث، والمتابعة من المركز الرابع. المركز الرابع تأتينا وصاية محمد بن عوض بن مبارك الفلاحي. أما المركز الخامس فهنا الوصول من مصيحة الدحبة بن حمد العامري الذي يتقدم إلى المركز الخامس. وسادس المراكز تأتينا عالية سعيد بن محمد بن أحمد أبو إبراهيم يتقدم المدلل أيضا بما لديه من قوة وشعار جميل إلى سادس المراكز. أما المركز السابع تأتينا براقة علي بن سالم بن عوي الشامسي. النقلة التالية إلى المركز الثامن العالمية السعد بن مبارك بن مسفر الدوسري. والمركز التاسع فهنا تأتينا رد الشبل مبارك بن محمد بن زايد الخيارين. أما المركز العاشر فالوصول من حلوة فهد بن فهيد الهاجري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء للعشرة المراكز الأولى. نتابع هذا التبادل، نتابع هذه الشعارات، نتابع هذه السرعة والتغيير الذي طرى وجرى على مقدمة الشوط. نتابع يا سلام الظبي، الظبي خذت موقعها الصحيح، خذت موقعها الصحيح وهي تندفع إلى الأمام معلنة حالة الإنذار والطوارئ على المقدمة بشعار حمد أو علي بن حمد الشرقي المري الذي يقدم لنا جديدة في هذا التحدي مع الظبي. والمركز الثاني الوصول من قبل نشرة عتيج بن عبيد بن حارب الرميثي الذي يتقدم إلى المركز الثاني. وصلنا أبو إبراهيم إلى المركز الثالث، ومع عالية سعيد بن محمد بن أحمد أبو إبراهيم يقدم لنا عالية في ثالث المراكز. والمتابعة أيضا من الشعار الجميل الذي بدأ يطلع أيضا إلى دائرة الصراع والتحدي. يأتينا أيضا السيد سعيد بن مبارك بن مسفر الدوسري الذي يقدم لنا العالمية في هذا المجال، ينتقل إلى المركز الثالث. أما المتابعة من المركز الخامس، المركز الخامس تأتينا الفعية سلطان بن علي بن لاحج الاجتبي يقدم لنا الفعية في هذا الدور وفي هذا المجال في المركز الخامس. أما المركز السادس الوصول من راهية سالم بن محمد بالضبيعة الاجتبي. يأتينا أبو خليفة أيضا قادم من نزوة ومن ميدان الهباب بالتحديد ليشاركنا في هذا المهرجان. المتابعة من بن طارش أيضا يأتينا من ند الحمر بمدينة دبي ليقدم لنا الخبرة الكافية الوافية في هذا المجال، مع أيضا المتابعة وهنا أيضا حلوة فهد بن فهيد بن علي آل محمد الهاجري يتقدم أيضا إلى المركز السابع. والمركز الثامن العنود سعيد بن مطار بن مصبح الاجتبي يقدم العنود بالمركز السابع. والمركز الثامن تأتينا عالية لسعيد بن محمد بن أحمد أبو إبراهيم. والمركز العاشر فهنا أيضا براقة علي بن سالم بن عوي الشامسي. هذه العشرة المراكز الأولى، هذه العشرة المراكز الأولى. استعدوا يا مضمرين، استعدوا يا مضمرين، لأن بدينا بزاوية الالتفاف قطعنا تقريبا نص المسافة أو أكثر. والظبي ما زالت على المقدمة تأخذ دورها البطولي، تأخذ أيضا معها الأمال والطموح والتحدي. تتقدم بشعار علي بن حمد الشرقي المري الذي يقدم النظبي في أول المراكز. والمتابعة من المركز الثاني
نشرة تأتينا على ثاني المراكز. عتيج بن عبيد بن حارب الرميثي الذي يصارع على ناموس هذا الشوط وعلى أيضا الانتصار المتابعة من المركز الثالث. تأتينا حلوة فهد بن فهيد بن علي آل محمد الهاجري يأتينا على المركز الثالث ليتقدم أيضا مع القوة والمتابعة في هذه الدائرة الخاصة. المركز الرابع تأتينا اللي هي العالمية سعيد بن مبارك بن مصفر الدوسري على رابع المراكز ولا تلك أن يتحرك. أظني أن شعار مسري بن سالم بالعرطي الحميري، نعم مع الذخيلة ولديها القوة لديها الإثارة. يلا يا أبو حمد كمل المشوار. بدأ يهجم على الأول هجوم قوي وتحرك كل الشعارات. تحرك بن طارش الكل بدأ بالقوة. نتابع مشاهدين الكرام، نتابع مقدمة الشوط مع نشرة عتيج بن عبيد بن حارب الرميثي الذي يقدم لنا نشرة في أول المراكز. الذخيلة تأتينا ثاني، مسري بن سالم بالعرطي الحميري، ولكن أول إذاعة للجاذبية. الجاذبية المبارك بن صالح بن هادي الليامي. يلا يا الليامي يا سلام. بدت الإثارة والسرعة، وبدت أيضا الأوامر، تندفع نشرة اندفاعات الفوز والقوة والتحدي. نحن نتابعها، الكل يتابع عتيج بن عبيد بن حارب الرميثي على المركز الأول، ولكن المركز الثاني الجذابة المبارك بن صالح بن هادي الليامي الذي بدأ يرسل الجذابة في هذا التحدي. الوصول من قبل الواصلة سلمان بن محمد بن سلمان الجبرين يأتي له بن جبرين ومسري قادم. يلا يا ابو حمد، ولكن الامور مع ال 500 متر الاخيره. الناموس اين يذهب؟ الناموس مع المقدمه. نشره ما زالت تحافظ على هذا الموقع، ولكن المتابعه من الجذابه والقادمه ايضا الواصله سلمان بن محمد بن سلمان الجبرين يتجاوز مع الليامي في صراع مستمر، في صراع التحدي، في صراع الناموس. نعم هذه الإثارة، ولكن المقدمة الجذابة ما زالت هي الأسرع، هي الأخطر، هي الأقوى، هي صاحبة الناموس. سلام المبارك بن صالح بن هادي الليامي، نهنيه على فوز الجذابة بالمركز الأول. المركز الثاني الواصلة سلمان بن محمد بن سليمان الجبري، المركز الثالث سباب محمد بن سيف بن محمد البوسعيد الخياري، والمركز الرابع تأتينا نشرة العتيج بن عبيد بن حارب الرميثي، والمركز الخامس فالوصول بن بكر المنصوري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز الأولى تابعناها بكل حماس وبكل إثارة وبكل قوة، وشاهدنا أيضا المركز الأول وهي تندفع بالناموس والإثارة مع الجذابة المبارك بن صالح بن هادي الليامي. التوقيت الزمني الذي تحقق في هذه الجولة، التوقيت الزمني 9:17:09. تهانينا والناموس المبارك بن صالح بن هادي الليامي اللي وصلت في المركز الثاني الواصلة سلمان بن محمد بن سليمان الجبرين. التوقيت الزمني الذي تحقق مع الواصلة ب9:18:02. تهانينا والناموس. المركز الثالث كان من نصيب سبب لمحمد بن سيف بن محمد الخيارين. التوقيت الزمني الذي تحقق مع الخيارين في هذه الجولة بالتأكيد 9:18:05. تهانينا والناموس لكل الفائزين.